أخبار اليوم. جاي إن شاء الله في رمضان هيبقى يعني برضو في حتة لايت كوميدي. من سنتين عملت إمبراطورية مينو وكان برضو فيه هو كان لايت كوميدي، فيعني برضو بحاول إن أنا مخرجش برضو من اللاين الكوميدي، أنا برضو بحبه يعني. شك الدبوس هتشك مين؟ شكهم كلهم. شكهم كلهم. دراما اجتماعية فيها مش أكشن بس هو فيها سسبنس. بلعب دور شابين أصحاب، في حد منهم بيجي من بره وبيبقى عنده الفرح بتاعه وصديقه المفروض إن هو يعني بيساعده وكده، بيحصل مشكلة في الفرح ومن هنا بقى مشكلة الفيلم كله يعني. واضح إن هو بيعرف ولا أقول حاجة ولا أقول أي حاجة. هتقعد تقول أنت كل حاجة وأنا مش هتكلم. أنا أقول لسه ما نزلش والله. طيب مبارك لك عليه. وكنا عايزين نعرف مستنيين إيه بقى من دراما في رمضان؟ ان شاء الله في مسلسل مع دكتور يحيى الفخراني ومسلسل برضو مع استاذ محمود عبد العزيز. ان شاء الله يعني يا رب ربنا يوفقنا فيهم كده. هو بتاع دكتور يحيى اجتماعي لايت كوميدي، وبتاع مع استاذ محمود عبد العزيز يعني في سسبنس اكشن بقى بشكل كبير شويه. الدخول مع اتنين عمالقه زي دول، الدكتور يحيى فخراني واستاذ محمود عبد العزيز، اكيد نقله يعني. حتى لو انت بطل ومشهور وكده بس اكيد نقله. طبعا اكيد هي نقله. وكمان الادوار اللي انا بعملها في المسلسلين الحمد لله وكمان مكتوبين بشكل هايل جدا جدا جدا. يا رب يعني اكون على قد المسلسلين يعني واعمل حاجه كويسه يا رب يعني. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لك التوفيق وبنقول لك كل سنه طيب. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي، وكمان راس السنه ان شاء الله 2016 كده تبقى يعني سنه كويسه على كل الناس. كل سنه وانتم طيبين. محمد شاهين.